مساء الخير أهلا بك. سيدي الكريم. للأسف ما تبقى من قضاء يدافع عن ما تبقى من وطن في لبنان. نعلم جميعا الحوادث الأليمة الأخيرة التي تحصل، ربما لم يعد هناك أمل سوى في هذه المؤسسة القضائية أن تبقى مستقلة أو أن تكون مستقلة وتقوم بالتحقيقات الشفافة للوصول إلى مسببات ونتائج الحوادث، ولا سيما التي حصلت البارحة وراح ضحيتها أكثر من 7 قتلى وعشرات الجرحى. للأسف هناك تحرك ربما كنا نتمناه أن يكون مبكرا من بعض القضاة لكي يدافعوا عن القضاء والعدالة في لبنان، لأنها هي آخر حصون الوطن. هذا التحرك مشكور اليوم من نادي القضاة ومجموعة من القضاة الذين بدأوا مؤخرا يعلون الصوت بوجه هذه التسييس الفاضح للقضاء في لبنان. نعلم جميعا بأن القضاء في لبنان ليس بخير، نعلم جميعا بوضع يد السياسيين والساسة اللبنانيين على القضاء اللبناني، لذلك هذا التحرك كان اليوم لابد منه، ولا سيما بعد أحداث البارحة الأليمة. ربما استفاق البعض اليوم على أن الوطن مخطوف، مخطوف من الميليشيات، ولا سيما الميليشيا الأكبر هي حزب الله، وبالتالي كان لابد من هذا التحرك لنقول بأن العدالة وبأن حقوق المواطنين والمساواة بين المواطنين لا يحميها سوى القانون ولا يحميها سوى رجال القانون، ولا سيما على رأسهم القضاة. طيب، إذا وفقا لما حدث بالأمس أستاذ أمين، واليوم رفض تنحية بيطار من قبل نادي القضاة، باعتقادك هل ستتجه الأمور إلى الأسوأ أو مواجهة أكبر وربما لنقطة لا رجعة عنها؟ للأسف الحادث الأليم البارحة فعلا أعطى إشارات بأن الأمور وصلت إلى ذروتها وبأن الفتنة وقعت، ولسنا بعد في مرحلة نقول لا تجعلوا الفتنة اجعلوها نائمة. للأسف نعم، لذلك نرى اليوم أولى الإشارات بأنه يوم إقفال عام. نعم، ننحني للضحايا والشهداء، وهو اليوم يوم إقفال لهذه المأساة، ولكن نعلم بأن السلطة السياسية ربما جعلت هذا اليوم يوم إقفال عام لتهدئة النفوس ومحاولة عدم انجرار أو تكرار الحوادث الأليمة يوم البارحة، وخصوصا بأنها حوادث أهلية، أي بين مناطق سكنية متاخمة لبعضها البعض، وبالتالي كان لابد من إقفال اليوم. ونعلم بأن المساعي السياسية الدؤوبة تقوم بين جميع الأطراف لتهدئة النفوس، لأنه رأينا البارحة إذا فلت الشارع لا أحد يعلم إلى أين نذهب، وللأسف لأن الجميع يملكون السلاح ربما بنسب متفاوتة، ولكن لن يسمح أحد باستعمال فائض القوة لفريق ما على باقي الفرقاء، لأن هذا الفريق لديه فائض من القوة وفائض من السلاح، لن نسمح له بالتعدي على بيوت ومساكن وشوارع المناطق الأخرى، وبالتالي هذا الأمر يعني ليس محسوبا، وبالتالي يعلم الجميع بأنه لا نستطيع أن نذهب أكثر من ذلك في هذه الأمور، لأن لا نعرف أين نصل، نعرف أين نبدأ ولكن لا نعرف أين ننتهي. أستاذ أمين، يعني من خلال هذه المواجهة العسكرية التي حصلت أمس، وكما تحدثت عن قوة السلاح بيد حزب الله، ماذا حقق سياسيا من خلال هذه المواجهة العسكرية حزب الله؟ أستاذ الكريم، في السياسة حزب الله أراد أن يبعد النظر أو يبعد الحديث عن التحقيق في مرفأ بيروت، اللي أصبح اليوم ابتداء من البارحة الحديث عن أحداث الطيونة والقتلى الذين سقطوا في الطيونة. هذا مغزى النتائج السياسية للموضوع. حزب الله قالها بصراحة بعد عدة تهديدات بدأت من وفيق صفا منسق وحدة الارتباط ووصلت إلى السيد حسن نصر الله شخصيا، وما بينهما وزير
الثقافة الذي يتبع لحزب الله من مجلس الوزراء الذي قام بتهديد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وبالتالي نفهم ما حصل البارحة أنه كان تنفيذا لهذا التهديد. نفذوا تهديدهم في الشارع بأن موضوع التحقيق في انفجار المرفأ يجب أن يقف عند هذا الحد، وبالتالي نعم أوقف شئنا أم أبينا، لأن الحديث اليوم في بيروت ولبنان كله أصبح أحداث الطيونة وأين سوف نذهب بعدها، هل نحن سوف ننجر إلى فتنة أهلية؟ للأسف موضوع الفتنة طبعا هو أكبر من أي شيء آخر، لأن الناس همها أرواحها وبيوتها. رأينا البارحة الأطفال كيف يختبئون في مدارسهم، والأهالي كيف يسارعون إلى نجدة أطفالهم وأخذهم من المدارس. فعلا هذا مشهد مأساوي، كنا افتكرنا أن قد نسيناه منذ حرب الأهلية اللبنانية، ولكنهم البارحة للأسف قد ذكرونا به مجددا. لذلك نعم النتائج السياسية اليوم بأن تحقيق المرفأ لا نعلم أين سوف ينتهي، لأنه فعلا جمد اليوم، وبالتالي أصبحنا في مشكل أكبر وهو مشكل أحداث الطيونة والانفجار الأهلي. أشكرك جزيل الشكر من بيروت أمين بشير محامي وناشط سياسي، شكرا لك.